بالنسبة للأسئلة فيما يخص السمنة، لقينا رصنا على أنه الأطفال ديال 8 سنوات ما تصعبوش عليهم بزاف الأمور، النباتي 100%. إذا الخضر والفواكه ما طيبينش، عصائر أو سلطة ما تطيبوش الخضر والفواكه. والمادة الوحيدة اللي ممكن أنه نعطيها لهم طيبة هو الطاجين ديال الحوت. الحوت يكون في طبع بحري، ما يكونش ديال الأحواض وديال الهرمونات، وأساسي أنه هاد الحوت يكون بيض، ميغلان، القرب، ممكن السمطة، ياك داك الفرق كيف تسميوه، وهكذا نطيبو بالثومة مع الدنوس. والفواكه ديما نقبل منوع شرب الماء مع الأكل أو من بعد الأكل. أحسن وصفة بالنسبة للناس اللي عندهم زيادة في الوزن من بعد الولادة، الماء المغلي مع 11 إيترو، الماء المغلي مع 5 العشية إيترو، الماء المغلي مع 9 الليل إيترو، زيت الزيتون على الريق 3 معلقات كبار مع 5 الصباح ساعتين قبل الإفطار. ثم كذلك العصائر والفواكه ما طيبينش، فيهم لي زونتي اوكسيدان، غادي يعوضوا الكالسيوم للمراه من بعد الاكوشمون، غادي يعطيوك الحليب بواحد الشكل هائل، فيتامينات كثيرين جدا، هرمونات طبيعيين، وهكذا الجسم تيعاود ياخذ القوه والنشاط ديالو بطريقه جيده. غتلاحظوا حتى العروق تيعاود يبني من جديد وجديد، تيخوي من الزوائد، تلاحظوا حتى الانتباه والشعر تيعاود يطلع، والجمالات البشره تتم بواحد الشكل جميل. اذا هذا الاسلوب الى تبعناه غادي نكونوا في المستوى هائل جدا. والماده الحيوانيه الوحيده هي الحوت بيض. المراه الحامل تقدر تاكل السردين مشوي، تقدر تاكل حتى باقي انواع السمك غادي يكون بحري، تقدر تاكل الروكان، الاسبادون، تاكل لك الطون غير يكون بحري، كذلك الصومون غير يكون بحري وما يكونش هرموني وكبر في الاحواض الهرمونيه. نعم، بالنسبه للناس اللي عندهم السكري وتعانيوا من 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 السكري والوزن، انا تنصحهم زيت الزيتون ياخذوه ديما، ياخذوا 100 ياخذوا ايترو ديال زيت الزيتون مع 100 غرام ديال الثومه مقشره يلوحوها فيه. هذا الاسلوب ديال الثومه تهبط السكري، لقينا زيت الزيتون تهبط السكري، فإلا مزجناهم بجوج ناخذهم على الريق بجوج تهبطوا السكري. فقط في التغذيه الناس يتعلموا ياخذوا الماء المغلي مع 11 ايترو، مع 5 العشاء ايترو، 9 الليل ايترو. والتغذيه حيدوا الحيواني ما امكن الا السمك. هذا اسلوب، علاش؟ لانه كل تمرد ديال الكبد، كل تمرد ديال البنكرياس، كل تمرد ديال القنوات الدم، كل تمرد ديال الدهون في الجسم، كل تمرد ديال الجسم ما تيكونش في الحيوي النشاط ديالو، تنحيدوا ذاك التمرد وتنقيه، والتنقيه قاعده اساسيه. ثم نعاونوا بزيت الزيتون، مثلا نديروا 200 غرام، تنزيدوا على 50 غرام ديال زيت السانوج اذا الربع، وتنديروا بعد دي مساج على الظهر، على العمود الفقري، على الكبد، مع قراءة سورة الرحمن وآية الكرسي والدعاء والاستغفار، وربي تعاون. عام بالنسبة للقرفة، لقينا أن القرفة مهمة تتخفض السكري، ولكن خص يكون الكبد ما يكونش ملتهب أو عيان أو يكون سرطانات الله يحفظ داخل الجسم. تنصحوا بالقرفة تؤخذ مثلا راس معلقه مع كاس الماء مغلي قبل وجبه الاكل، مهمه جدا. فقط ان القرفه تطلع السكري، تتهبط السكري وتطلع التونسيون. اذا عقلوا القرفه تتهبط السكري وتطلع لا تونسيون. اذا فاحنا تناخذ القرفه، الى كان انسان عنده السكري والتونسيون هابطه، القرفه مزيانه بوحدها. إذا كان الإنسان عنده سكري والتنسيون طالعة، تياخذ قرفة راس معلقة مع دو دوز. إلا غنديرو مثلا 3 غرام ديال القرفة، غنديرو 6 غرام حتى 7 غرام ديال ورق الزيتون مطحونين مع ورق الزيتون وحبة ديال الثومة اللي عنده التنسيون طالعة. إذا هادو كلهم تناخذهم 5 حتى 7 المرات في النهار قبل وجبة الأكل. ولقينا راسنا على أنه اللي عنده التنسيون طالعة والسكري طالع، تنصحوا نباتي 100%، حتى لا كاليتي الخدمه، نوعيه الخدمه، الجوده في العمل والجوده في الاداء تكون هائله. لذا نقول ما كاينش ماده سيئه كي سوء الاستعمال. اذا فتنصحوا انه القرفه تؤخذ بالطريقه اللي ذكرنا، وان شاء الله غادي نكون ان شاء الله في المستوى الكبير في التعاون والانتاج والاجتهاد. السلام عليكم.